الحاجة الصفراء، الحاجة بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. دابا قال لكم زيد هذه مع هذه وحط في هذه الماكينه وتسناو غتخرج لك زعلوك. ماشي كلشي كيدير البروموسيون ديال شي حاجه اخرى ماشي الطبخ المغربي، بالعكس كثار يمسي الى الطبخ المغربي. هادشي علاش كلنا وكلكم والاعلام كلشي خاصنا يد واحد من اجل تتميم الموروث اللامادي ديالنا، الموروث الغذائي العيش. ما كاينش فيكم هنايا اللي غيمشي للباديه وغيجلس قدام الحيوانات وغيجلس قدام واحد الفروج ويجلس ويشم هواء مزيان وياكل ماكله مزيانه ما غايحسش براسو مرتاح. فحاولوا صنعوا فن. قلت انا بغيتكم تخرجوا من هنا ناسيين المرض ديالكم، سيروا للباديه نساو شويه المرض ديالكم، تجمعوا مع بعضياتكم ناقشوا حاجه زوينه نساو شويه المرض ديالكم. والمرض ملي كنبداو نساوه شويه بشويه ونتفكروا الصحه، فما يمكن نجريو على الصحه الا على المرض الا بالصحه، وما يمكن نجريو على الصحه الا بالمرض. ولكن كل شيء في يدك، كل شيء في يدك. وراسنا مرفوع، راسنا مرفوع. اولا لي الشرف انني نكون في المعرض المره الثالثه، وهذا شرف لي انايا، والوجود ديالنا هنايا ما هو الا واحد صلة وصل بيننا وبين الناس بهدف اننا نشجعوا الثقافة الغذائية المغربية ونحييوا الثقافة الغذائية المغربية، لاننا ما يمكنش نوصلوا لهذا الهدف هذا اللي هو هدف سامي دون هاد اللقاءات هذوما. مشكورين انتم كاعلام علاش؟ لانه دور كبير بزاف من اجل ترسيخ الثقافه. فانا كان عندي هدف واحد، وكنشكر اداره المعرض اللي وجهوا لي الدعوه، وكنشكر الحضور الكريم، كان حضور غفير جدا والله العظيم. انا جد 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 سعيد بهذا الحضور هذايا. فخلال اللقاء حاولنا نهضروا على الثقافه المغربيه، حاولنا نهضروا على الثقافه الغذائيه المغربيه، حاولنا نعطيو قوه الثقافه الغذائيه المغربيه وخا الوقت ما كافيش، وحاولنا نزرعوا واحد البذره ديال الغيره على هذا الوطن هذايا. فكما جدودنا يعني حاربوا من اجل استرجاع الاستقلال الجغرافي، فنحن نحارب من اجل استرجاع الاستقلال الفكري والاستقلال الغذائي اللي ديال الطبخ المغربي وديال الثقافه الغذائيه المغربيه. ولما لا، وهذه الثقافه هذه عندها 27 قرن. فهذا كان هو اللقاء ديالنا. فالشكر للجميع، ونعاود نشكر الاخوان الصحافه لان فريمون دور جبار ودور كبير جدا في ايصال هذه الرساله هذه. فان شاء الله نتلاقاو في مواعيد اخرى ان شاء الله باذن الله. هنا كنقول للناس للمتتبعين مازال ان شاء الله اشياء جميله، وحنا ان شاء الله اطلقنا يعني العنان لكل بكل الوسائل من اجل اننا نحافظوا على الثقافه الغذائيه المغربيه. فما عندناش شي رساله الا اننا نتمنوا الثقافه اللامادية، يعني الموروث اللامادي ديالنا الثقافه الغذائيه المغربيه. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، ونتمنى ان شاء الله اننا نؤديوا هذه الرساله على اكمل وجه. وشكرا لكم، وشكرا للاخوان الصحفيين، وشكرا للجميع.